السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمران أو المباني مهمة جدا لقيام الدولة. ابن الأزرق بيقول في كتابه بدائع السلك في طباع الملك إن الدولة والملك والعمران بمنزلة الصورة والمادة، وهو شكل الحافظ لنوعية وجودها، وانفكاك أحدهما عن الآخر غير ممكن على ما تقرر عند الحكماء. فالدولة دون العمران لا تتصور، يعني دولة من غير المباني لا تتصور، والعمران دونها متعذر، وحينئذ فاختلال أحدهما مستلزم لاختلال الآخر، كما أن عدمه مؤثر في عدمه. وتكرر عند الحكماء الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالعمارة. والدين يؤثر على المباني، مثل اهتمام الفراعنة ببناء المقابر والمعابد، لا زي معبد أبو سمبل ومعبد الكرنك وتل عمارنة، كان عندهم إيمان بالبعث ان هم هيبعثوا تاني، فلازم يكون في حاجه تحفظ الاجساد بتاعتهم. والفرس كانوا مهتمين بالمباني لعباده النار، وانتشرت رسوم النار على جدران معابدهم. والاسلام اهتم ابنائه ببناء المساجد والمنازل بما لم يكن موجودا عند العرب في الجاهليه نتيجه عوامل كثيره. والرسول صلى الله عليه وسلم بناها بنفسه، يعني في حديث قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عن حب ابن خالد وسواء ابن خالد، قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبني بناء له، فعنا عليه حتى فرغ منه، فعلمنا فكان فيما علمنا لا تيأس من الخير ما تهززت رؤوسكما، يعني طول ما انتوا عايشين ما تيأسوش من الخير، فإن كل مولود يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه. الفقهاء قسموا أحكام البنايات إلى أربع حاجات، يعني المباني مش حاجة واحدة، في بناء واجب يعني لازم ان هو يتبني، زي بناء المساجد اللي تكون فيه صلوات، وبناء الحصون والاربطة للدفاع عن دار المسلمين، وبناء المباني عشان نقعد فيها. يأس من المسلمون الا ما يقوم به، لان في تاريخ الحضارات في مدن من غير قلاع ولا حصون، لكن ما فيش ولا مدينة من غير معابد. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مدينة بركت ناقته عند موضع مسجده، وكان المسلمين بيصلوا فيه، وكان مكان لسهل وسهيل، وهم غلامين يتيمين من الانصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب ان هم يشتريه، فقالوا نهب لك يا رسول الله، فابى حتى ابتاعوا منهما. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور المشركين، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبور فدرست وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبله المسجد، وجعل طولك في ميال القبله الى مؤخره ما تزرعه في الجانبين مثل ذلك او دونه، وجعل اساسه قريبه بمساس ازرع، ثم بنوه باللبن وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجاره بنفسه، ويقول اللهم لا عاش الا عاش الاخره، فاغفر الانصار والمهاجرين. وثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي بوجه الله بنى الله له بيتا في الجنه، وحديث متفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سبع امور يجري ثوابهم على الانسان في قبره بعد ما يموت. ده رواه البزار في مسنده عن حديث انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ما يلحق المؤمن من عمله وحسنته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، يعني بنى مكان لابن السبيل المعدي يدخل يستريح فيه ياكل يشرب، او نهرا اجراء، او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وعبد الحكم كان عمال وليد بن عبد الملك كتب لي ان بيوت الاموال ضاقت من مال الخمس، فكتب لي ان ابن المساجد. طيب النوع الثاني اللي هو البناء المندوب، زي بناء المنارات التي تندب للأذان، وبناء الأسواق لأن الناس محتاجة للسلع وعشان ما يقعدوش يدوروا عليها، فندب الشرع لذلك بناء الأسواق لكي يستقر بقى أصحاب السلع ويسهل الناس شراها منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد بنفسه موضع السوق، لأن هو ده مصدر التكسب والتجارة والحرف. فروى الطبراني عن طريق الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي إني نظرت موضع السوق، أفتنظرون إيه؟ قال بلى، فقام معه حتى موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركض برجله وقال نعم سوقكم هذا، فلا ينقصن ولا يضربن عليكم خراج، يعني ما بقاش فيه ضرائب. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بكده. والموضوع ده لأن كان السوق عند اليهود ساعة لما الرسول صلى الله عليه وسلم جه المدينة، وكان المسجد بيخطط مركزيا. تمام. هو جاء من ابن أسامة قال ركضت للرسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فأصحابي فسألتهم أين يريد؟ قال اتخذ لقومك مسجدا، فرجعت في قومي فقالوا خط لنا مسجدا، وغرز في القبلة خشبة. والإسلام أقر الأسواق اللي كان بتباع فيها الناس في الجاهلية،
فعن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأسموا من التجارة فيها، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في سورة البقرة 198. وعن سهل بن معاذ عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى. طيب النوع اللي بعد كده، البناء المباح، أن تبني مبنى عشان تقعد فيه، لأن الشريعة جاءت لحفظ المقاصد الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والنسل. والله جعل أسباب مادية يكون بها البشر، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها. يقول ابن القيم الجوزية: لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا مرحلة مسافر فيها ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هدي ولا هدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها والسعة. تشييد مش معناها بناء، تشييد يعني الزخرفة، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع من وروج الدواب، ولا خاف سقوطها الفرد صقلها، ولا تعشش فيها الهوام لساعتها، ولا تعطر عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليس تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليه بل وسط، وتلك أعدل المساكن وأنفعها، وقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل فيه بغير منفعة ولا فائدة فتأول الهوام في خلوة، ما بيمنوش مباني ما يسكنوهاش. الله يقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تخلدون مصانع هنا معناها قصور، المصنع هنا في الآية معناها قصور. الريع هو كل مكان مشرف من الأرض مرتفع، يعني أنت أصلا مش قاعد في المكان ده، ليه تبني قصر فيه؟ يعني لما المسلمين فتحوا مصر بعتوا لعمر الخطاب قالوا: احنا في مكان معين حددناه ان ده البيت بتاعك. قال لهم: انا موجود في الحجاز، تبنوا لي ليه بيت في مصر؟ المكان اللي انتم حددتوه ليا وبنيتوه دوت خلوه سوق للناس، الناس تتاجر فيه، انا هقعد هعمل ايه بقصر موجود او بيت موجود في مصر؟ وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف معاه، بس يعني معناه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله، وبنى لوحده. طيب النوع الرابع، البناء المحظور، كبناء دور السكر ودور البغاء والبناء على المقابر، وأحرم العمل به أو تصميمه أو المشاركة فيه. طيب أنا في الشغل بتاعي برضو لو في مبنى عرفت إن هو حاجة حرام ما بتشاركش فيه، خلاص تمام. انا مقتنع ان هو حلال هشارك فيه، انما مقتنع ان هو حرام، زي مثلا كنا شغالين في فندق وفي مكان معين في الفندق ده يعني في خلاص انا بره الموضوع، تمام، عشان الواحد ما يشيلش كفاية الذنوب اللي هو هشيلها. فاحنا عندنا في مباني واجبة وفي مباني مباحة. في الواجب زي مثلا هتبني مكان فيه مصلحة المسلمين، في حاجة حرام ان انت تبني مبنى فيه فساد او المبنى ده هيأذي الجيران، وفي مندوب ان انت تبني مدارس مستشفيات في مصلحة عامة للمسلمين. امتى يكون واجب؟ لو مفيش بديل ليه، يعني مفيش مستشفى قريبة او مفيش مدرسة قريبة، فلازم ان هو يتبني. وابن مفلح الحنبلي بيقول: اعلم ان المسكن لابد منه في الجملة، فيجب تحصير نفسه ولمن تلزمه نفقتك، ومثل هذا عقب على تركه والسبع على فعله، وموت عنه كبقية مالي من المخلف عنه لورثته سبع عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، حديث متفق عليه. أما الزيادة على ذلك فإن كانت يسيرة لا تعد في العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد فلا بأس به، فتقام الإسراف والاعتداء في ذلك، فظواهر الأخبار السابقة تدل على الكراهة، كما أن ظاهرة أنه لا يحرم. طيب في حديث بتنهى عن البناء، تمام، اغلبها احاديث وان لم يكن كلها احاديث ضعيفه، زي مثلا حديث: اذا لم يبارك العبد في ماله جعله الله في الماء والطين. ده الحديث ده رواه النبي الدنيا في كسر الامل. وفي عبد الاعلى بن ابي المساور قال: ابو زرع ضعيف الحديث شبه المتروك. وقال البخاري: منكر الحديث.
كمان في تهذيب الكمال. والبخاري نادرا لما بيذكر صراحة كده منكر الحديث. وفي حديث كمان: إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان أو في الماء والطين. ده في المعجم الأوسط للطبري، وقال ابن حبان في الثقات: هذا مرسل وليس مسند، والحديث باطل. طيب، وفي حديث كمان: الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: النفق كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. ده الحديث ده في جامع الترمذي، بس هو في إسناده شبيب بن بشر، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ، وشبيب هذا لما سوق سواح بن معين. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. ولما ذكروا ابن حبان في الثقات قال: يخطئ كثيرا. فالحديث يعني طيب. وفي حديث برضو: من جمع المال من غير حقيه سلطه الله على الماء والطين، يعني ان هو يبني فالمال يهلك. ده اورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، فالحديث برضو لا صح. وفي حديث: كل بنيان وبال على صاحبه الا ما كان هكذا وشرب كفيه. 5: في هاني بن المتوكل تكلم فيه ابن حبان. وفي حديث كمان: ما من صباح يصبح العبد الا وصار خسر خيار الناس، لدوا للتراب واجمعوا الفناء وابنوا الخراب. طبعا ده مش واضح ان هو مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الامام احمد: هذا مما يدور في الاسواق ولا اصل له. وروي ان هو ان ملكا بباب من ابواب السماء يقول ذلك. كان الاسنادات ضعيفه ومجهوله. وفي برضه أحاديث مكذوبة في زبان الرجل: 7 أو 9 أزرع ناداه منادى من السماء أن تذهب بي أفسق الفاسقين. الحديث دوت قال المنذري: رواه ابن أبي دنيا موقوفا عليه ورفع بعضه ولا صح. وفي حديث تاني برضه لا يصح: من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمل يوم القيامة. الحديث ده رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث من أنكر عليه وفي سندين قطاع. وقال ابن أبي حاتم في العلل: هذا حديث باطل لأن الأصل له بهذا الإسناد. طيب، في حديث وردة في ذم البناء إذا كان من محرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. الحديث ده شعب الإيمان للبيهقي، باب في الزهد وقصر الأمل، هو مرسل فلا يصح. هذا حديث لا يصح كما قال ابن الجوزي في العلل المتناهية، لأن معاوية بن يحيى ضعيف وحسن لما اسمع عن ابن عمر. طيب، وفي مسند الحارس: ومن بنى بناء رياء وسمعة حمله يوم القيامة من 7 راضين طوقة النار توقد في عنقه. فهذا حديث موضوع، لأن في داود بن محبر الطائي وهو الضع، وميسرة بن عبد ربي الفارسي. فخلاصة الكلام إن في أحاديث كتيرة في مشروعية البناء. الأحاديث اللي بتذم البناء لا تصح الا يعني حديث او اتنين، فتحمل على الزخرفه وتحمل على ان انت بتتباهى في البنيان زائد عن الحاجه، لانه من الاسراف والاسراف منهي عنه. فلو كان للتكاثر والتفاخر لانه من الرياء والرياء منهى عنه، او من مال حرام فده برضو منهى عنه بعموم نصوص الشريعه. او في اضرار بالغير، انت بتضر حد غيرك فبرضو محرم في الشريعه. فالأصل إن البناء يكون حسب الحاجة والابتعاد عن الإسراف، وإن البناء يكون في سعة وعدم ضيق في الشقق السكنية، لأن ده من سعادة الإنسان بنص الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. والقوة والمتانة وعدم الغش في مواد البناء، لأن في ده أضرار فادحة في المال والأرواح، ومراعاة الجوانب الصحية والبيئية زي التهوية ودخول الشمس، ومراعاة الجوانب الشرعية زي إن أنت ما تطلعش على الجيران يعني. ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.